أصدقائي صباح الخير. زي ما احنا متعودين في كل أسبوع إن احنا بنتقابل وبنتناقش مع بعض وبنصبح على بعض. النهاردة عندنا حلقة مميزة جدا، حلقة هنناقش فيها قضية مهمة جدا، والقضية دي بتهم كل أسرة، بتهم كل بيت، مش بس بتهم كل أسرة، كل بيت بتهم كل مجتمع. قبل ما نبتدي في قضيتنا بحب أصبح طبعا بالفنانة سوسن ربيع. صباح الخير. صباح الخير يا محمد، وحشتينا. انتوا كمان وحشتوني. غبتي الفترة اللي فاتت فافتقدناكي بجد بقى. ربنا يخليك. فعلا كانت الفترة اللي فاتت انا كنت في اسكندرية بعرض المتفائل مع الفنان سامح حسين، اول 15 يوم عرض، واحنا ان شاء الله لينا عودة تاني اسكندرية، معلش برضو. ان شاء الله في اجازة نص السنة. الحقيقة انا عايزة احكي النهاردة القصة بدل محمد. كان في ست كبيرة في السن ماشية في الشارع، وهي ماشية جاي شاب صغير راكب عجلة وبيجري، ما خدش باله وما ركزش فخبطها بالعجلة، وقعها على الأرض وجري. فالست وهي وقع على الأرض بمجرد ما وقعت كانت بتندع عليه، استنى استنى، تعالى تعالى يا ابني، تعالى حش اللي وقع منك، تعالى شيل اللي وقع منك على الأرض. فالولد لما سمعها بتنادي كده رجع لها يشوف ايه اللي وقع منه في الارض، قعد يدور حواليها وهو سايبها على الارض، ما لقاش حاجه. فقال لها فين ده يا حاجه؟ ما فيش حاجه وقعت مني على الارض. قالت له لا، وقع لما خبطتني، وقعت وسبتني على الارض وجريت، وقعت اخلاقك، وقعت كرامتك، وقعت رجولتك. الحقيقه احنا بنبتدي بالقصه دي النهارده عشان نقول ان احنا النهارده في الحلقه دي هنتكلم عن التربيه واصول التربيه وبتبتدي منين. احنا معانا النهارده يا محمد ناس متخصصين كبار قوي الحقيقه، ومن طبعا مشرفينا النهارده في الاستوديو، ومعانا ضيف عزيز كمان من دوله عربيه شقيقه ودوله احنا كلنا بنحبها وعزيزه علينا وعلى قلبنا. الاول بنرحب بالدكتور عادل محمد المنسي، مستشار التدريب ورئيس مجلس اداره اكاديميه لندن للتدريب والاستشارات. اهلا دكتور عادل. اهلا وسهلا يا فندم. والدكتور ثابت فخر الدين جنيد، خبير تربوي بالمملكة العربية السعودية، ومشرفنا النهاردة. منور مصر يا دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير. دكتور عادل، يعني لما نيجي نتكلم على ما هناخد من القصة اللي الفنانة سوسن قالتها النهاردة، التربية، لو جينا اتكلمنا على التربية بمفهومها القديم ومفهومها الحديث، هل اختلفت؟ نعم، القصة يعني حضرتك قلتيها، القصة بتوضح يعني التربية في أشياء بسيطة. طبعا. التربية معناها بسيطة جدا لكن تحتوي على أشياء كثيرة جدا، تحتوي الأخلاق، تحتوي الرجولة، تحتوي الاحتواء، تحتوي على أشياء كثيرة جدا تنفع المجتمع وتنفع الناس. فالتربية في أساسها هي تعديل سلوك الفرد. تعديل سلوك الفرد من ناحية الفكرية، من ناحية الجسدية، من ناحية العقلية، من ناحية التصرف، ومن ناحية التعامل مع البشر. فالتربية هي أساس التعامل مع الناس. لو أنا تربيت كويس، اتعلمت كويس، اخذت جميع متطلبات وجميع محاور التربيه، اصبحت انسان سوي، اصبحت انسان خادم للمجتمع وخادم لنفسي اولا وخادم للي حواليا كلهم. فكون ان الست خبطها الولد الشاب في القصه ديت وقع، فوقع منه اشياء كتير جدا، وقع منه فروع كتير جدا. وقع التربيه بجميع مكوناتها وبجميع تفاصيلها في تصرف واحد فقط. فبناء التربيه بياخد وقت، ولكن فقدانها وهدم التربيه ممكن يجي في لحظه واحده بس. فاحنا عشان نربي تربيه او عشان اكون انسان صالح، فباخد ممكن اخد معاه فتره طويله، ولكن ممكن يضيع كل المجهود ده كله في تصرف واحد بس يهدم جميع التصرفات اللي اتعملت. مظبوط يا فندم. دكتور ثابت، حضرتك بما ان حضرتك خبير تربوي وحضرتك طبعا معاك دكتوراه في التربيه، هل التربيه بتختلف من مجتمع لمجتمع عربي؟ يعني هل التربية مثلا في المملكة العربية السعودية غير التربية في مصر، غير التربية في الإمارات، هل بتختلف من مكان لآخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التربية أساسها واحد يعني، وتعريفاتها يعني مشتركة في جميع العالم يعني، وخاصة الدول العربية والإسلامية. لذلك يعني أساس التربية، يعني إذا تكلمنا عن تعريف بسيط للتربية، من أهم التعريفات البسيطة أنه التربية هي إعداد الفرد لتتمكن من التكيف مع البيئة المحيطة. فهذا أبسط تعريف.
ويشترك فيه جميع الدول العربية وجميع يعني الدول العربية والإسلامية، لكن تختلف الثقافات، تختلف من دولة إلى أخرى. يعني نحن عندنا في المملكة العربية السعودية نشأنا على تربية دينية وشديدة يعني، متشددة شوية بالنسبة للدين. بالنسبة للدين أيوه طبعا. ونفس الشيء بالنسبة للقيم، الصدق يعني والأخلاق واحترام الكبير. أيوه الأمانة واحترام الكبير، هذه كلها كانت يعني أساس التربية يعني وموجودة في كل الدول، لكن تختلف زي ما قلنا من ثقافة من دولة لأخرى في أشياء بسيطة حسب تبع يعني المجتمع المحلي في كل دولة. تمام. وفي مشكلة كبيرة جدا، في مشكلة جدا يعني، في ناس كتير جدا بتفتكر إن التربية سنة أو اثنين أو ثلاثة، لا ده ممكن التربية تنشأ من قبل الميلاد إلى الوفاة. فمش معنى كده ان انا هجلس مع ابني، هجلس مع حد اربيه اعلمه اسلوب التربيه سنه وخلاص وانتهت، لا ده التربيه مستمره، ولذلك مستمره باستمرار تغير الانسان. الانسان دايما كل يوم بيختلف عن ثقافاته، عن فكره، عن تطوراته، عن المجتمع، عن البيئه، فلازم يكون التربيه ماشيه بطريق موازي في هذا التغير. فاستمرارية التربيه من الاشياء المهمه جدا، ان انا ما اربيش مثلا سنه واثنين وخلاص وخلاص، لا بسيبها، لا ده انا ممكن اربي من قبل الميلاد الى بعد الممات طبعا. حتى يمكن ذكرت في المناقشه امس، فجاء رجل لاحد الشيوخ فبيساله بيقول له يا شيخ متى اربي ابني، متى اعلم ابني التربيه طبعا. فرد عليه الشيخ قال له ابنك عنده كم سنه، قال له ده عنده 6 شهور، انا جيت بدري عشان الحق، قال له قد تاخرت كثيرا، يعني عنده 6 شهور طبعا. والشيخ رد تاخرت كثيرا، المفروض التربيه تبدا منذ اختيار الزوجه. ايوه تمام تمام. طب دكتور، هل احنا زمان لما كنا بنتكلم عن التربيه كنا بنقول الاسره، كنا بنقول مدرسه تمام بس؟ ممتاز. هل تم اضافه اشياء كثيره تؤثر في التربيه؟ نعم. يمكن اقول انا، يمكن تتفقوا او تختلفوا معايا، زمان كان اللي مسؤول عن التربيه حاجتين اثنين فقط، البيت بمكوناته الاب والاسره تمام، وكانوا بخرجوا اجيال عظماء الى الان نحكي في سيرهم ونحكي في مواقفهم ونحكي في الكلام ده. الان في العصر الحديث الدكتور ثابت اصبحت وسائل التربيه والتعليم كتير جدا، من ناحيه الاب والام والمدرسه والشارع والبيت والميديا والاعلام، حاجات كتيره جدا اشتركت عشان نربي شيء معين، ولكن للاسف نتيجه التربيه القديمه كان في احترام الكبير، كان في توقير الصغير، كان في قيم ومبادئ كنا عايشين عليها الى الان طبعا. انما الان مع كثره الوسائل اللي احنا بنستخدمها في التربيه، لكن للاسف المنتج قل، وده يمكن واضح من القصه الاولى ايضا. احنا نسال الدكتور ثابت، هل يا دكتور فعلا دخول التكنولوجيا والسوشيال ميديا حياتنا اثرت في تربيه اولادنا؟ هل احنا في اجيال اللي ما كانش وقت عصره السوشيال ميديا والتقدم التكنولوجي ده اتربت بطريقه مختلفه؟ ايهما صح؟ هل الطريقه الحديثه اللي بيتربى بيها الاجيال الجديده، ولا الطريقه القديمه اللي احنا تربينا بيها قبل التكنولوجيا والسوشيال ميديا؟ بالنسبه للتربيه القديمه كان لها يعني مميزاتها، وكان يعني زي ما تفضل الدكتور، البيت بيربي والجار بيربي والمدرسه بتربي والمسجد بيربي، يعني الحي كله بتكاتف والمجتمع كله بتكاتف عشان تربية، وما كان في المؤثرات الخارجية يعني اللي هي زي السوشيال ميديا. الآن الابن أو الطالب أو الطالبة يعني العالم كله بين يديه وعلى سريره تمام، سرير النوم يعني، بيقوم طول الليل هو شغال في ألعاب وفي تصفح وفي يعني أمور يعني تشغله عن موضوع الدراسة وعن عن كل حاجة، عن كل حاجة، بيقوم متأخر عن مدرسته، بتأثر عليه بعض الأفلام والمسلسلات، بتأثر عليه في أخلاقه، تعامله مع الناس، تعامله مع إدارة المدرسة، تعامله مع المعلم نفسه. ده بعض الألعاب كتير. كمان الألعاب اللي بتعلم العنف، العنف يعني ممكن توصل كمان لدرجة الانتحار، الانتحار بعض الألعاب يعني بتأثر نفسيا. فهي يعني السوشيال ميديا لها سلاح ذو حدين، يعني إذا تم استغلال أو استثمارها استثمار جيد تكون مفيده في توعيه يعني المجتمع في التثقيف وعندك معلومه
موجوده بين يدينك في اي لك في اي وقت تقدر ترجع لها يعني. طبعا. انما احنا عندنا السوشيال ميديا يعني تحتاج الى خبرات وتحتاج الى يعني دراسه وتحتاج الى يعني ناس متخصصين ومتدربين على هذا المجال عشان يقدروا يستثمروها. زي ما قلت هو سلاح جيد ذو حدين، نقدر احنا نبث ثقافتنا وكل شيء نبغاه عن طريق هذه السوشيال ميديا. يعني في سؤال كنت حابب اساله لحضراتكم بما انكم متخصصين في هذا المجال، هو سؤال واحد وهناخد اجابه من حضراتكم. يعني هل السوشيال ميديا والوسائل الحديثه دي اثرت بالسلب ولا بالايجاب؟ اقول لك قصه من اجمل ما قرات، مش قصه هي يعني عباره. زمان حتى احنا نتفق تماما، كانت السبوره بتاعتنا كانت سبوره ايه؟ كانت لوح خشب. كانت السبوره لوح، لوح خشب. والطالب كان ذكي جدا، كنا بنخرج منهم رفاعه الطهطاوي وطه حسين والعقاد وخرجنا علماء. كانت السبوره لوح خشب والطالب كان ذكي. الان اصبح الوسائل الذكيه او التابلت الذكي واصبح الطالب ايه؟ اصبح الطالب يعني مش كلهم انا مش هقول وصلت الرساله، وصلت الرساله تمام. زمان كان لوح خشب والطالب ذكي جدا، الان بقت الوسائل الذكيه في التعليم وفي التربيه واصبح الطالب علشان ما بنشغلش عقلنا. نعم. دلوقتي لغينا العقل وبنستخدم دي المشكله الكبيره جدا، ان احنا اوقفنا العقل الجميع. انا بنظر للتربيه دكتور ثابت يا اخوانا، ان التربيه اوقفت يعني الوسائل الحديثه الان والتكنولوجيا الان اوقفت العقل. ليه؟ الان قديما انا كنت مثلا اقول لك مثلا كان جدول الضرب اقول لك 35 في 11، 35 في 11 تقول لي 385، احنا تربينا على كده. تمام. يعني 35 45 في 11 اقول لك مثلا ب 495، خلاص بجيبها بعقلي. طبعا. تعالى هات الولد دلوقتي وقول له خد 10 جنيه وروح هات لي ب 6 جنيه حاجات، لازم يعمل لي بالاله الحاسبه بالكالكوليتور. اوقفنا العقل. فهل يا ترى التربيه دلوقتي ساعدتنا مساعده حقيقيه ام اوقفت عقولنا تماما؟ انا في نظر انا ان هي اوقفت العقول. انا عندنا اولادي، كان ابني ما شاء الله في ثالثه ثانوي ما جبتلوش الاله الحاسبه بالكالكوليتور الا بعد الثانويه. ليه؟ عشان يشغل عقله. طبعا. ما هو لو الواحد اعتمد كل على الوسائل الحديثه اوقف العقل. فاحنا لازم احنا بنقولش نبعد تماما عن التكنولوجيا، لكن نعمل توازن بين الشيئين الاثنين. دكتور يعني نتكلم عن لازم نفرق بين العلم وبين التربيه. طبعا. ان العلم انا اتصور وسائل الميديا السوشيال ميديا ساهمت كثير في تطور العلم. يعني أنا أشوف الأطفال في السعودية عندنا الآن تلاقي طفل عمره سنتين بدون مبالغة سنتين وماسك آيباد وبيتصفح في آيباد. تلاقي يعني طالب في ثانوي ثالثة ثانوي عنده قدرة إنه يخترق يدخل على أي يعني هكر يخش على أي موقع في العالم يعني يدخل ممكن يخترق ويدخل يعني. فهذه العلم يعني هذه السوشيال ميديا ساهمت في التطور العلمي والثوره المعلوماتيه. طبعا. ساهمت في تطور العلم واكتساب المعرفه ولكن استخدمناها لكن صح. لو استخدمت بطريقه صح. لكن التربيه حاجه مختلفه تماما. تلاقي يعني طالب عنده معرفه وعنده علم عنده امكانيات، لكن تعامله مع الناس مع اللي اكبر منه. مزبوط. مع ابوه وامه مع اخواته مع معلمه يعني بعيد تماما عن التربيه. فهنا لازم نفرق بين يعني واحنا نبغى نستغل يعني وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام بشكل عام في انها تربي صح، في انها تربي صح دكتور، نستغلها في ترسيخ التربيه واعاده الاجيال الى القيم والاخلاق. دكتور عادل جاوبني بذكاء بس ما قاليش الاجابه اللي حضرتك هتجاوبني عليها، هل اثرت بالسلب ولا بالايجاب؟ ما هي كده. دكتور يعني انت شايف في المجتمع السعودي هل التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي اثرت بالسلب على التربيه ولا بالايجاب؟ يعني هل رفعت من الاستجابه ان اولادنا متربيين بشكل كويس بيحترم الكبير بيعمل العادات والتقاليد اللي احنا تربينا عليها زمان، ولا ده عمل تاثير يجب ان احنا نعيد النظر في التعامل وتربيه الاطفال من جديد؟ طبعا هي يعني اثرت تاثير سلبي كبير يعني، ولازم نعيد النظر في يعني استثمارنا واستغلالنا لوسائل التواصل الاجتماعي في اعاده يعني قيم او مرتكزات التربيه واعاده اجيالنا
الطريق الصحيح وهو طريق التربية السليمة. طبعا. نحاول نتحكم في ده، يعني فيه. ان احنا نحاول نتحكم في ايه اللي يتشاف وايه اللي ما يتشافش، وايه اللي يتقدم وايه اللي يتمنع. اعتقد لا، هو ان التحكم ده والتحكم هي التربية. صح. اذا كانت التربية سليمة. التحكم الان ما في، ما يمكن التحكم في وسائل التواصل، ولا يمكن التحكم في عملية اللي يتشاف واللي ما يتشاف. اللي بيحكم هذا الشيء التربية السليمة من الداخل. خلاص انت ربيتهم ده صح وده غلط، فهو عارف، يعني يدخل وهو عارف، والفضول موجود، لكن في النهاية التربية هي اللي ترد. هل تتفق دكتور عادل؟ اتفق معايا دكتور ثابت ان وسائل التكنولوجيا والمدارس والكتب والمناهج هذه وسيلة للتربية وليست غاية. وسيلة. 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 الأمور دي كلها وسيلة وليست غاية. احنا بنستخدم جميع الوسائل المتاحة إلينا، بس هل يا ترى احنا نستخدمها صح بحيث ان احنا نحصل على منتج صح، ولا بنستخدمها غلط؟ كما قال الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، قال احنا انت معاك سكينة ممكن تقتل بها واحد وممكن تقشر بها تفاحة. بزورة. ماشي، الوسيلة واحدة ولكن الغاية تختلف. فهل يا ترى غاية الوسائل الإعلام والسوشيال ميديا غايتها سليمة أم صحيحة؟ فإذا كانت غايتها سليمة كنا وجدنا الآن في المجتمع بتاعنا الناتج بتاعه والمنتج بتاعها. فهل يا ترى كلنا في المجتمع عايشين مع بعض وكلنا ونحس الأمور اللي بتحصل بيننا، هل يا ترى المجتمع الآن مثل المجتمع من 100 سنة؟ طب هل الغاية اللي حضرتك بتتكلم عليها، هل الغاية ده الهدف ولا استخدامنا احنا؟ ما ممكن يكون الهدف كان نبيل والهدف جيد، بس احنا استخدمنا ده مظبوط. اتفق معاك تماما. احنا اسأنا استخدام الوسيلة. نعيد بقى، عايزين نعيد كيفية الاستخدام الامثل او الصحيح، وازاي نعيد جيل، لان الاجيال اللي جاية بجد نتفق تماما. ضاعت من ايه؟ مع ان وسائل التربية زادت كتير جدا زي ما قلنا في بداية الحلقة. ان كان عندنا حاجتين اتنين بس، بربوا البيت والاب لا انا معلش اسمح لي اقول حاجة، ان حتى احنا بنتكلم ليه على الصغار بس، انا عايز اقول ان وسائل السوشيال ميديا الحديثة اثرت فينا حتى الكبار اللي تربينا كويس. فينا ناس انحرفت سلوكيا، في ناس كبيره ومنحرفه سلوكيا وبتستغل السوشيال ميديا كفيسبوك وتويتر وانستغرام لاغراض للاسف الشديد سيئه. وما تربيناش عليها، يا عمل علاقات مش كويسه، ابتزاز اشخاص، طلب فلوس من ناس، فده بقى وسيله ونصب نصب مادي ونصب مشاعر. يعني تحول الموضوع لانحراف سلوكي. الوسائل دي سهلت الانحراف حتى للكبير. ودي تصديقا للكلام اللي احنا قلنا في الاول، ان التربيه عايزه استمراريه. مش معنى ان انا بربي ولد الى اربع سنوات خمس سنوات خلاص، لا. ده التربيه ممكن انا كاب وعندي، انا عندي مثلا 100 سنه وابني عنده 90 بربيه، ما زلت اربيه. التربيه الاستمراريه، وده اهم شيء في التربيه، الاستمراريه والقدوه. اهم جزئين في التربيه الاستمراريه والقدوه. مش معنى ان انا ربيت واحد ابني سنه اثنين ثلاثه، لا خلاص، لا ابدا، مستحيل. فقد يكون الانحراف زي ما حضرتك قلت، ان الانحراف يجي الواحد عنده 50 سنه وينحرف. تمام. التربيه مستمره. هو طبعا يعني الاسره ساهمت بشكل كبير في يعني في اللي حصل هذا، في ضياع جزء من التربيه، في ضياع جزء كبير من التربيه. يعني زي ما تفضل الدكتور، القدوه يعني رب الأسرة والأب والأم لازم يكونوا قدوة لأبنائهم. لازم يكون في متابعة مستمرة من بداية يعني ما يطلعوا، يعني ينشأوا، يبدأ يكون في متابعة مستمرة في البيت، في المدرسة، في الشارع، في وسائل التواصل، في العرض، في ممكن تحكم في التلفزيون، في الكمبيوتر، متى تفتح متى تقفل من البداية. إذا كان في، إنما أنا أقول له لا تتفرج وأنا شغال طول الليل مشغل التلفزيون، أقول لا تمسك مثلا اللابتوب أو الكمبيوتر وأنا طول الليل شغال عليه. يعني القدوة هنا فقدت. يعني فإحنا نحتاج إلى رسالة سريعة حضرتك تقول لكل المهتمين بالموضوع ده، يا فندم. أنا أوجه رسالتي للمجتمع بشكل عام وللأسرة بشكل خاص، إنه التركيز على الأبناء وعن طريق القدوة وعن طريق يعني متابعتهم وغرس القيم فيهم. وإن شاء الله، ورسالتي أيضا للمهتمين بالشأن الإعلامي، لابد يكون في برامج موجهة للشباب.
وموجهة بأسلوب الشباب، ما يكون يعني كذا يعني عرض إلقاء، لا، يكون نجمع الشباب مجموعة من الشباب ونبدأ ناخذ ونعطي معاهم الطريقة هذه، ممكن يكون في إقناع لهم. دكتور عادل، رسالة تقولها في النهاية؟ والله رسالة أوجهها للجميع القائمين على التربية، أقول له ثقف نفسك، اتعلم التربية صح. أنا كأم كأب أو كأم أو كفرد مسؤول عن التربية لازم أثقف نفسي، حتى بنقول الجمرة المشتعلة بتشع فيما حولها طبعا. فلازم يكون الإنسان الباعث للتربية أو المسؤول عنه يربي مجموعة من الناس لازم يكون يثقف نفسه أولا طبعا. ثانيا بالنسبة للناحية الثانية لازم نهتم بالشباب اللي احنا مسؤولين عنهم والاطفال بجميع مراحلهم طبعا. الان حتى ننظر في المجتمع بتاعنا اصبحت الام اللي هي المسؤوله الاول عن التربيه تهتم بالتربيه بتاعتها، لو بتربي شويه فراخ شويه مش عارف ايه بتربوهم فين طبعا. بتربوهم جوه البيت وبتحافظ عليهم وبتعمل لهم تدفئه وبتعمل لهم مش عارف ايه، واصبحت الاطفال بتربى في الشوارع طبعا. يمكن ما بتسالش على ابنها، ابنها يطلع من الصبح من الساعه 6 ما يرجعش الا المغرب ما تسالش عليه طبعا. لكن يوميا لازم تمر على الـ 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 الثروه بتاعتها 3 مرات في اليوم تشوفهم يا ترى لافيانين يا ترى مش عارف ايه طبعا. فطبعا جزئين اثنين لازم الام او الاب او المسؤول عن التربيه يثقف نفسه ويكون على اطلاع دائم ب افضل وسائل التربيه، من الناحيه الثانيه ان احنا نهتم بجميع تفاصيل حياه اولادنا. دكتور عادل، اوعدنا ان انت تكون معنا في حلقه ثانيه علشان نكمل الموضوع ده، لان في موضوعات كثيره هنتكلم فيها. نتشرف نتشرف يا فندم. الفنانه سوسن، ان اختمنا بقى الحلقه. طبعا سعدنا بيكم وسعدنا بضيوفنا النهارده معنا، كانوا في الاستوديو كان معنا الدكتور محمد المنسي مستشار التدريب ورئيس مجلس اداره اكاديميه لندن للتدريب والاستشارات، وكان معنا الدكتور ثابت فخر الدين جنيد الخبير التربوي بالمملكه العربيه السعوديه. شرفتونا ونورتونا وسعدنا بوجودكم، ونامل في لقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله اصدقائي، انتظرونا الاسبوع يوم الجمعه اللي جاي من 8 ل 9 في برنامج كل الناس نيوز. صباح الخير.